احنا خلصنا الموضوع القانون بتاع الصندوق يا دكتور مش كده؟ طب اسمح لي ان احنا اول انت جات لك بقى الفلوس مش كده؟ مش كده يا دكتور؟ طيب يعني وتحولت لك الفلوس خلاص؟ وفين محافظ البنك المركزي؟ اول مره اشوفك بتضحك. طب احنا بقى يعني يا دكتور مصطفى يعني الدكتور معيط مش موجود مش كده؟ طب الحمد لله. طب احنا يا دكتور مصطفى لازم ناخد يعني هبره نحطها في الصندوق. ها؟ لا على الهوا كده؟ لا على الهوا عشان تبقى خلاص؟ نعم. لا 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 انا عارف ان التزاماتك كتير، لكن الدكتوره نيفين قاعده تقول فين مش كده يا دكتوره؟ اتفضلي استريحي، اتفضلي اتفضلي. ربنا يكرمكم ويخليكم انتوا لينا. ربنا يخليك لينا يا ريس. ربنا يخليك لينا يا ريس. اتفضل يا دكتور مصطفى، اتفضل قول. لا يا فندم، اللي حضرتك تؤمر بيه، اللي حضرتك تؤمر بيه على طول هيتعمل. لا اصل انا لو طلبت انا بطلب كتير. انا عايز اتكلم مع الكابتن ابراهيم. حاضر. حضرتك تؤمر بيه. حاضر. حضرتك تؤمر مليار يا فندم. مليار يا دكتور. اللي حضرتك تؤمر بيه. انت خدت مئات المليارات. اللي حضرتك تؤمر يا فندم. ما احنا هنحطهم في الصندوق. طبعا. عشان عوايدهم تبقى تغطي يعني. فيبقى قفزه كبيره يعني. مش انت اللي ماسك الصندوق ده؟ اي فندم. طب خلاص. اقول انا؟ اتفضل يا فندم. 10. حاضر يا فندم. اتفضل يا دكتور مصطفى. خلاص. فاتفضل. متشكرين. متشكرين المحافظ البنك المركزي والدكتور مصطفى والحكومه كده يعني. طيب. أنا بس عايز أقول لكم إن حكى البرنامج اتكلمنا في النقطة دي، اسمحوا لي إن أنا ألقي الضوء عليها شوية عشان يعني تبقى واضحة للناس يعني، لأن الدكتور مصطفى شرح الموضوع بتاع رأس الحكمة، لكن اسمحوا لي إن أنا أتكلم عليه برضو مرة تانية وبس كمان من منظور تاني يعني، لأن طبعاً دايما رغم انه بيبقى فيه اعلان واضح واحنا بنبقى شفافين معاكم، بنبقى صادقين معاكم في طرح الموضوع من غير ما نخبي حاجه، ما يصحش يعني، احنا ما يصحش ان احنا نخدعكم او نقول كلام مش دقيق او كده يعني. فلا طبعا الدكتور مصطفى اتكلم فيه على شكل الشراكه وشكل المشروع اللي احنا بنتكلم فيه بمساحته، حتى بالإجراءات اللي هتتعمل خلال يعني الشهور والسنوات القليلة القادمة عشان المشروع ده يبقى أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط. ده كل ده كلام اتقال بشكل أو بآخر، لكن أنا بأكده يعني، والوقت هو إن شاء الله اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يساعدنا إن احنا وأشقائنا في الإمارات يعني يبقى فعلا يقدروا يحققوا المدينه العالميه ديت، اللي هي بمعنى مش على قد ان احنا بنتكلم في شهرين ثلاثه اربعه حتى في الشتاء ولا الصيف، لا احنا بنتكلم على حاجه فيها حياه مستمره على مدار السنه بالكامل بانشطه كتير قوي قوي هتبقى يمكن بعضها يمكن يكون موجود لاول مره في مصر. لكن اللي انا عايز اقوله باختصار هو ان البيانات اللي اتقالت من الدكتور مصطفى يمكن يتبقى بس ان احنا نقول ايه وصل كذا وصل كذا وصل كذا، وعشان كده انا بدات بالكلام عشان تبقى الامور واضحه يعني. الارقام اللي احنا اعلنت دي فعلا بالفعل وصلت امبارح والنهارده دخل جزء منها البنك المركزي ويوم الجمعه فيه زيه. وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وهنا لازم اوجه الشكر لاشقائنا في الامارات وعلى راسهم أخويا فخامة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، لأن هو ده. أنا عايز أقول لكم مش سهل أبدا إن حد يحط 35
مليار دولار في شهرين، ما فيش في العالم كده. أنا بتكلم بجد يعني، وده شكل من أشكال يعني المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار اتخذ في ثانية ومن غير إحراج ولا أي حاجة. أنا بقول الكلام ده للمصريين كلها عشان الدنيا كلها بتقف جنب بعضها، وإحنا أشقائنا يعني أشقائنا في الخليج دايماً جنب مننا يعني. لكن أنا بسجل هنا موقف خاص بالإمارات في الموضوع ده، لأن كان الظرف الاقتصادي بقاله 4 سنين صعب في مصر، بقاله 4 سنين صعب في مصر، سنتين أزمة كورونا. وطبعاً لما بنيجي نقول الكلام دوت يمكن يكون مش وقته يعني إن احنا نقوله في الاحتفال الجميل ده، لكن بس أنا حبيت أنوه عنه. لا طبعاً كل إجراء، كل مشكلة، كل أزمة بتمر في أي حتة بيبقى لها تأثير علينا، واحنا طبعا يعني ظروفنا مش يعني ظروفنا برضو مش صعبه يعني، عايزين نعمل حاجات كتير وظروفنا مش سيئه. فالمهم فجت كورونا عادت سنتين، ثم بعد كده ابتدينا نقول يعني ان شاء الله خلاص الازمه دي هتعدي ونكمل. جت ازمه الازمه الروسيه، وبعدين واحنا في الازمه الروسيه جت طبعا الازمه الكبيره اللي احنا عايشينها دلوقتي، واللي نتمنى ان هي تنتهي في أسرع وقت. وهنا